عليكم لي فان ديال هويام، كما كتشوفوا صباح الخير. المهم انا غادي نفطر دابا وغادي نوجد معكم الغداء. كما كتشوفوا انا نطت في الصباح، اول حاجه درت دوشت انا ودوشت الريتاج ودوشت الرايان، دوشت لولادي بجوج، هما الاولين دوشت لهم. المهم الخوت حيت انا تنهضر وهما تيشوفوا التلفاز، يا اختي التلفاز خرجت على شحال ديال الناس، كتخلي حتى العائله تجمع. المهم البنات انا دابا غادي نفطر، عمرت واحد البراد ديال اتاي بالنعناع وصافي، غادي نفطر ولادي وبقاو معايا حتى نصايب معكم الغداء. ايوا البنات، اول حاجه ريتاج ما كتاكلش هذا الفرمان، ريتاج ما تاكلش هذا، ما عرفتش اختي بنتي مالها، داكشي اللي غالي ما تعجبهاش. المهم غنعطيها هذه الزبده وياكي الزبده والكوفيتير. ريتاج ما ريتاج غندير ليها في ندير ليها في الخبز. المهم اتاي دابا راه سخون، انا تناكل هاد الزيتونه البنات، كناكل زيتون كحل ماشي عجب لا راه لا خلاص في الاتاي هو خبلتي دير معايا الخبز في الاتاي. كاميرا عندي زوينة مليانش، لا زوينة كل حركة شي أنا كل حركة أبلع صرف ايوا البنات حنا دابا تنفطروا وبقاو معايا. قريت تشرب البرد، بقاو معايا حتى تشوفوا الغداء ديالنا. المهم البنات غسلت الماعن، غسلت الماعن ومهم دوشنا في الصباح، فطرنا وغسلنا الماعن. دابا صافي غنبدا نصايب معكم الغداء. الغداء بغيت نصايب شويه دجاج مع الزبيب، اجوا معايا. كما كتشوفوا ريان غادي يتسخر هو وريتاج، هانت شوف شوف جيب باكيت السكر ديك الصفرة ديال اتاي، جيب باكيت السكر ياك، ما توريش مول الحانوت الفلوس، عاد تبقى تقول لي بحال هكا دير بحال هكا لان نقدر شي واحد يزيد عليك. قول لي باكيت السكر الصفرة وصابون حجرة صغيرة. شنو صابون حجرة صغيرة؟ ما كاينش صغيرة، كاينه العادية. المهم جيب صابون الحجرة وجيب باكيت لا ديال الحجره، بغا نصب نحوايج البيبي. جيب صابون الحجره، صابون الحجره تجلسي، جيب صابون ريتا يلا دوش هاد شعرها بوكلي، عاد غندير لها شويه زيت ونجمعوا لها. شوف جيب صابون الحجره وجيب باكيت السكر، باكيت اتاي صغيره، عندك جيب لي كبيره، باكيت اتاي صغيره، صابون الحجره، هذاك الصابون اوني اللي كنصبن به، اوني اللي تنغسل به الماعن، موف ولا اللي تنغسل به الماعن، موف موف. شنو قلت دابا؟ صابون الحجرة اها، وبكية السكر اها، وبكية الاتاي اها، وشنو سميتو هادي صابون الحجرة، صابون الحجرة اوني عاد اوني بحال اللي كان هذيك الكبيرة، قول لي اللي كنغسلو بها الماعن كبيرة كبيرة ولا كبيرة، حنا كنغسلو بديك الكبيرة. كاينة إدرو وكاينة نص إدرو، مكاينش نص إدرو، كاينة الكبيرة ديالهم هي ديك اللي جت أنا.
شد كبيرة ديالهم وسير لحال قولي الكبيرة ديالهم ايه كبيرة كبيرة ايه قولي اوني شو سميتها؟ اوني هيك صابو الحجرة ايه بكية سكا ايه بكية ارتن ايه وقرعت اوني يلا سير ارتن المهم دابا غادي ايه ما قلتش لك الدجاج سير تجي ونجيب الدجاج سير تطرقي الصاج المهم ولدي دابا غيجيب لي الدجاج وغادي نصايب معكم البنات ولدي غادي يجيب لي الدجاج غادي نصايب معكم الغداء وصافي يلا سير دغيا ما تمشيش تجلس لي تما شد فيها شدي في خوك يلا البنات انا جبت هذا الشيء شوفوا شنو جاب باكي ديال اتاي شنو هذا السبع اه باكي ديال السكر تو في السبع صابون نصب نصب الحوايج البيبي باكي مزيان هاك عاوتاني جبيه الدجاج المهم غنسخر ولدي البنات كبارطاجي ندير معكم ميني فلوغ وبقاو معايا ايوا لي فان ديال هايا ايوا شوفوا دابا انا ولدي راه جاب لي التقليه دابا غادي نمسح هذه انا غسلتها وكنمسحها كما كتشوفوا غادي ندير فيها السكر واحد البواطه ديال اتاي ختمها تخمش هم اجوا معايا ندورو الكاميرا هيدا كنسخن الماء عرفتش علاش كنسخن الماء باش ملي نبغي نصب الحوايج ديال البيبي غادي ندير الماء شويه سخون صافي بركة عليها سخن فهمت باش الا كانت فيهم شي حاجه حيت الماء سخون حنا عارفين كيحيد الوساخ وشي حاجه البنات انا درت السكر هنايا هذه غسلتها ومسحتها مزيان وصافيتي هذه هذو كاملين صافي فين نبغي نطيب اتاي جبت السكر من هنا غادي ندير هاد اتاي هنا المهم انا خلصت ندير هاد اتاي ديال الصباع البنات ندير هاد الشيء المهم صافي انا دابا بقى لي انا غسلت الماء غادي نرد الكيسان غادي نردهم للشبكه هما الكيسان انا غسلتهم غادي نردهم للشبكه ايوا معالق حتى هما وصافي البنات غادي غنقرد على الدجاج خليه هنايا هادو عاوتاني غنردهم بلاصتهم يوصف كما كتشوفوا عندي شويه الماء سخون هنا شني بيه غالي عندي صابون الحجره
هاد صابون الحجره البنات ما كنديروش كامل حيت نتوما عارفين كبير كنقسمو انا فهمتي باش كي باش حيت كاينين الناس اللي كيصبروا به كامل كتضيعوه ها نتوما ها ها كنقسمو هادي تنحطها هنا وهادي تنصبن بها صافي غادي نحطو صابون هنا كيما كتشوفوا هنا راه الماء سخون بقاو معايا نمشي نجيب لكم حويجات ديال البيبي هما الحوايج البنات ديال البيبي كيما كتشوفوا حيدنا ليه التيكي صافي ها هما غادي نديرهم هنا وهذا عاوتاني ها هو خصني نحيد ليه هذا اختي لي شي قمش ولا شي حاجه بناتي نقطع ليه حتى من هادو شوفي نقطعت ليه هادو باش ما يضروش باش ما يضروش الحوايج صافي دابا البنات هانتوما راني شفتوني درت الحوايج ديال البيبي صافي دابا غادي نخوي عليهم الماء سخون اش تابعني واش تابعني انا واش تابعني عرفتي اللي الامهات كيعرفوا شنو تابعهم اللي زعما بالنسبه للام اللي فايت فيها الزواج وفايت فيها الولاد كتعرف شنو تابعها فهمتي كاين شي ناس كيصحابو هادشي لا داروا هادشي غادي يضرونا حنا ما مضروناش حنا الحمد لله نتوما غير ربي تنزل عليكم النعله وصافي ربي تنزل عليكم السخط اما حنا عايشين والحمد لله ما هازين ذنوب حتى ديال شي واحد ولادنا هازين مسؤوليتهم كنربيوهم ما عندناش وما خصناش وراضي وفينا القناعه وراضيين داكشي اللي عطانا الله وكنتحاربوا كنتحاربوا مع الزمان كيت شي وحدين هزوا سلاحهم وقالوا حنا ما عندنا ما عندنا ما نديرو يوم القيامه تحطوها من لحمكم ان شاء الله يوم القيامه تحطوها من حسناتكم الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله وسعداتك فاعل الخير الحمد لله عمري فرقت شي مرا على راجلها عمري ولكن ملي شي واحد تيبغي يشتت لي الشمل راه ربي قال في القران ولك بالمثل شحال من وحده دابا يا البنات شحال من وحده دابا راجلها تيخونها كتطلق منه تتولي حتى هي تمشي تقلب على راجل مجوج بحال كتنتقم ولكن اللومه ما كترجعش ليها اللومه كترجع لذاك الراجل اللي وصلها لديك الحاله لان الانسان ملي كتوصل به المرحله ديال خصو ينتقم الا انك ضريتيه فهمتي والضر ماشي فيه انك عايزي معيور اي واحد تيعير الضر هو شي واحد يدمر لك حياتك لكن الحمد لله ربي كبير قالك يوم القيامه تطلق المهم البنات انا صبنت الحوايج ديال البيبي بلاتي دابا ولادي جا شوفوا راه ما فيهمش الوسخ غير حنا تنحيدو منهم ديك الغبره وديك عرفتوا هاد الجوج هما اللي هاد الجوج هما اللي صبنت علاش لان هادو ما شريتهمش في الكرطونه واخا فيهم التيكي شريتهم مع القين اما هادوك اللي في الكرطونه ما غنصبرهمش هادوك اختي راه مغلفين بالكرطونه بقاو معايا نشوف شكون اللي جا كمل بلاتي ولادي تسخروا ليا انا جبت 20 درهم ديال الفخيضات ديال الدجاج غادي نطيبهم بالزبيب وبما شليت هاد الحوايج بقاو معايا هاد الصابون باش نلوحو شوف غنمشي نخويه في الطواليت Thank you.
دابا غنشلو الحوايج. ترى المسخون البنات غنشل بيه ونعاود بالماء بارد. هذا المسخون البنات هانتوما كيبان لكم. يا حبيبي يا حبيبي ده اللي خاف يطلع. سبحان الله دغيا تشلو بالماء. وحده قالت لي وحده في الكومنتارات قالت لي شري ليه نشار، خاصني نشري ليه بطمة نقلب ليه على شي مرة تزيدو فيه. الله دابا بيبي غادي يلبس داكشي نقي نقي. سعدات اللي عندهم مو حادكة، سعدات اللي عندهم مو نقية، عرفتي فيهم الريحة ديال صابون الحجرة. صافي دابا البنات غادي نشرهم، اجيو معايا. قبل ما غنشر هاد الحوايج نحيد بعدا البنات هاد الحوايج هما الاولين. حيت هادو ناشفين الحوايج. اصلا غنحيدهم حيت ديك الفراش ديالنا موسيه تنصبنو. صبنت الفراش ديالنا موسية في الصباح البنات، دوشت لولادي وصبنت الفراش ديالنا موسية. ودابا هذا التريكو ديال ريان باقي فازك شوية، خليه غير هنا. صافي غندير الحوايج تبقاو معايا. ضحكتني غا وحده البارح كتبت لي في كومونتير شريتيهم ليه كبار. دابا الاختيار ديال البيبا ما كيبغيتيني نشري ليه ديال مونيكا. راه كل وحده سبحان الله كيفاش كتولد الولد، كاين اللي كتولد هكا دوكا اختي حنا ما شاء الله كل عاد برك الفرق. وبين وبينك راه كل واحد واحد التربيه. كي جاوكم امين يا اختي. صافي راني شربت الحوايج، ايوا اجيو معايا غنصايب معكم الغداء. ندورو الكاميرا هنايا، ايوا اجيو معايا البنات نصايب معكم الغداء. صافي راني نشربت الحوايج ديال البيبي. اوكي اول حاجه غنديرو تلاين تل. اول حاجه غندير هاد الصابون نخبعو نديرو هنايا تنعاود نصب ليه حوايجو وصافي. دابا غنصيب غنغسل دوك الفخيضات هنا. دابا راه عطنات شي وحده تقول لك ويلي صبنات الحوايج. لا لا هذوك الحوايج راه باقيين جداد باقي ما لبسهم حتى واحد. دابا غنغسلو الفخيضات هنايا اللي جبت. ايوا
نتوما البنات ها هما الدجاج. شتو الدجاج دابا؟ هاد الدجاج هذا غادي نغسلو. كاين طاحو لي التقاشر هنا، التقاشر طاحو ليا، ندير الكراهي يبقاو معايا. البنات انا ما غنطيبش في الكوكوت، غنطيب في واحد الكاسرونه تجيني الطياب ديالها ساهل دغيا وبالزربه. اوكي غادي نطيب في هذه بلاتي نوريها لكم. غادي نطيب هنا، غنطيب هنا الدجاج، غنطيبه هنا، غنغسل بعدا الدجاج. ندير شويه ديال الملح، انا كنغسل الدجاج بالملحه، ما عنديش اختي الخل ويلي وما عنديش الحامض. ايوا راه كنجيب حاجه وتنسى حاجه. شحال قدك اختي هادشي راه كامل تيتقاد. شوفوا انا غسلته بالملحه، دابا غنحيد ليه هذا، غنحيد ليه الجلده. هانتوما شوفوا راني حيدت ليه الجلده، شتو حيدت ليه الجلده وكنغسلو بالملحه، ناري تبان ليا غا ظهري اختي. الناس شوفوا بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي اختي اختي انا شوفوا انا اختي باقا ما مجوجاش انايا، فهمتوا انا باقا ما مجوجاش. سيروا تعال ناخذ شي راجل مؤمن وندير اختي الحجاب. كذب عليك، هي الحجاب كنديروها في الزنقه انا، والله انا ملي غنتزوج شي واحد مؤمن ديك الساعه ندير الحجاب. اختي دابا انا باقا ما مديت يدي للحنه، كذب عليكم باقا اختي والله الا انا باقا ما بديتش البنات يدي للحنه. دابا شوفوا دابا المراه ملي كتكون مطلقه راه كتحس براسها باقا عزبه، فهمتي علاش؟ لان باقا ما خدتش الراجل المناسب باش تحس براسها مجوجه، فهمتوني البنات؟ دابا انا باقا ما بديتش يدي للحنه، عاد كنقلب على الراجل، واش فهمتوا هادشي اللي كاين؟ يعني دابا انا البنات انا ام عازبه، فهمتوا؟ المهم انا مجوجة على سنة الله ورسوله، ولكن كنحس براسي ام عازبة، يعني باقا ما لقيتش الراجل اللي غادي نحس براسي مجوجة وندير النقاب ونحتفظ ليه على شرفه. باقا كنتلاقى اختي غدي يوتين وشمعت، فهمتي؟ ولكن الحمد لله ربحت منهم واحد الحاجة، ربحت وليدات غادي يكونوا معايا في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله، الا عرفت نربيهم غادي يكونوا معايا في الدنيا وفي الاخره. ربحت ولادي وكيتهم هما ربحوا غير الذنوب، الحمد لله حنا تنتقاتلوا على ولادنا، كيتهم هما هازين غير الذنوب. يلا كي اللي بغى لك الخير كاع ما يقول لك نوض مرتك خليها دير ودير ودير، راه شنو راه الاولاد كيكونوا ما بين المراه والراجل، يعني اللي كيدخل بخيطك حل راه ولد حرام بقاو، فهمتي؟ تيبقاو بنادم مبهوج وما تيعرفش يحكو عليه. انا باقا ما بديتش يدي الحنة البنات، انا ام عازبة. شوفوا هانتوما البنات، ها هو الدجاج حيدت، هانتوما ها الدجاج حيدت ليه الشحمة وغسلته مزيان بالملح، صافي ها هو الدجاج. دابا شنو غندير؟ دابا غنشلط البصله، غنشلطها في هاد الكاسرونه، في هاد الداميه اللي وريتكم، قمح. حبيبي يا ولدي غنحزو هاد الدجاج ونحطو هنايا، صافي. وبلاتي اختي بقي معايا، بقي معايا، نمشي نجيب البصلة. بلاتي اختي نغسل هاد الموس، راني قطعت بيه الصابون.
المهم البنات كما كتشوفوا غادي ناخذ بصيله واحده، يعني بلا ما نكثروا ناخذ واحد البصيله واحده، نرد هذه البصله هنايا للطليه. ايوا صافي اختي نقي هذه البصله هذه بحال هكا. حبيبي وما جاوبتي عوجوك عليا ويا الغدار. شوف هاد البنات هانتوما البصلة البصله يا البنات مع الدجاج. غادي نهز واحد شويه ديال الثومه، غندير غير راس واحد ندير شي شويه ديال الملحه ايوا شي شويه الفلفل الاحمر شويه الفلفل الاصفر كركم اصفر العطريه البنات شويه الابزار. بالنسبه للسكينجبير ما جابوش لي ولدي ولكن ماشي مشكل سكينجبير سخون وانا بالنسبه لي انا ما خصنيش ندير داك الشيء. صافي دابا شويه الزيت. فين هو الزيت؟ ويلي فين هو الزيت؟ ها هو الزيت. ندير اختي شي شويه ديال الزيت. ايوا 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 شويه ديال الربيع من الكونجيلاتور شويه ديال الربيع. صافي غنشعلو عليه البوطه غادي نقليو ديك البصله مع الدجاج والعطريه وعاد نزيدو شويه ديال الماء عاد نوريكم الزبيب ها اللي شريتو. هانتوما الزبيب. بالنسبه للزبيب شريت هذاك اللي كبير، هذا راه ماشي صغير هذا راه كبير شوفوا قداش. فهمتي الزبيب شريت داك اللي كبير البنات هو اللي غادي نغسلو دابا. غناخد شي شويه بزلافه نغسلو هذا الزبيب البنات. حتى كنقلي الدجاج مزيان كنقليه مع البصله تنزيد تنخوي الماء وتنغسل هذا الزبيب كنلوحو صافي تيطيب داك الدجاج مع الزبيب وتنحطوه صافي دو الغداء ساهل. دابا خليته المره الجايه وصافي. ايوا البنات
سير. ايوا البنات صافي انا وريتكم الطريقه حتى كيتقلاو بقاو معايا حتى نوريكم الطريقه وصافي غادي نمشي نجلس اجي اختي نجمع الدرويني هذه اختي بلاتي من بعد هذا الهي باش تعيشوا معايا اللحظه هاكم الطار ديال لافوبيل لابوبيل وانا حتى ولدي يمشي لوحو دابا يحيدو ليا من هنا باش نوصل هاد الفارو هذا معاك ولدي يمشي لوحو دابا انا اختي اللي عندها ولد ما عندها ما دير بالزواج نجيكم من الاخر الشي اللي عندها ولد ما عندها ما دير بالزواج صاحب حسن سيري اختي تصاحبي في الزنقه عيشي الحياه ودخلي لدارك الا بغيتي شي حاجه جيبها لك ولدك محتاجه شي حاجه انت كتمشي تجوجي وتجيبي راجل في الاخر بدا يكوموندي فيك وكوموندي في ولادك وتعقدي ولادك اختي عمر ربيب يكون حبيب تجيك من الاخر ما عمرهم ادوه تيبوسوا ليه الرجلين في الاخر انت انا تقود سير عم هلا من كذبهم لي قالوا عمر ربيب يكون حبيب خلي لي ولادي انا مش ميت في قواش ميت من ولد الاصل اصلا فاش كنت فين انا ولاد الاصل حنا بزمان خايف انا والديكم ولاد اختي مش من الشتا هادو براري دابا البنات كنحركو البصله مع الدجاج والعطريه باش يشرب مزيان وتنخليه يتقلى حتى ديك البصله تقلى مع الدجاج عاد كنزيدو شويه الماء بدات يرقد الزبيب في الماء اختي انا نقد الزبيب في الماء باش كان شي حاجه من بعد نوصلو مزيان اوكي هذا البنات انا غنغسلو دابا البنات غادي ناخذوا شويه الماء هنا صافي البصله راه مبلات ملي طاب فينا البصله غادي نخويو الماء قياسكم ديال الماء القياس ديال الماء البنات هو صافي هانتوما راني غسلت الزبيب صافي دابا غنلوحو هنا شوفو غادي نلوح الزبيب هنايا صافي غادي نسد صافي غنسد على الدجاج هو والزبيب يطيب صافي حتى يطيب البنات وغادي نحطوه وصافي غنحط معاه شي ديسير ولا شي صافي غنحطو معاه شي ديسير ولا شي حاجه ونتغداو بقاو معايا هو البنات غنمشي نتكا شي شويه غير نجلس بما طاب ليا
نتسكى شويه بما طاب الغدا ونغدي ولادي نجيو معاه ونشوف الماكينه باقا كتصب. ما دايره لا عكر لا والو حالتي. حنا راه البيت نعاس دابا اجي نوريكم. الله يا اختي انا راني مريضه وحالتي. المهم اختي شوفي دابا هاد الماطله هادي ما يمكنش نصب انا حيت جديده فهمتي. وهذا راه الركاب حتى هو باقي جديد يعني هادشي كامل شريته في كرتونه. غادي نخليهم في الكرتونه داكشي اللي درتو هنا. انا نوريكم دابا. تخيلي معايا هاد البانيزه كامله غدا للسبيطار هانتوما شوف ما شاء الله اعوذ بالله مشيت انا ماشي مشيت تسخن مشيت نحيز بالحاجه حتى الناس. سيري سيري قلبي عليا في النهار عريتاش خرجي وخرجي تنصور وتنصور شنو حصلتيني حطي ابقى معايا اختي نضرب بنتي بنتي باغا اللعبه ديال البيبي. شوفي خلي نوري الناس شنو درت يعني اختي قتلتني بنتي. المهم البنات داكشي انا جمعته انا نوريكم. قصتني ريتاج ريتاج حيدي حيدي الخرج درت سيري خلي الريان سيري خلي حلي حلي اجي هنا سيري تفرجي البنات نوريكم ريان خليك ريان البيت. المهم البنات ها نتوما شوفوا بلاتي نحيد هادي شكرا. ملي قعدت قطعتها بشي جردة لا 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 مشيت تقطعش من الجرد ومن شتيها هادي بقيتها بقيتها عطا لي واحد الدر قدام والله عندك شوفوا ريان شو جاب ليا بلاش شوفوا البنات ريان جاب لي الورد شتو شتو اختي راه تلقاي الخير في ولدك وما تلقايش البراني ولد كرشك يا اختي تيدير معك حتى انا ندير لك فيه ولدي جاب لي الورد حتى انا ندير لك خير فيه حتى ندير لك خير هاكي لا خلينا نديرو في شي كاس ونحطوه في ثاني وحده انتي اش غديري بها هاد الشتي غاليش عرفتي ريتاج ما كتعرفش الله غنديروه في شي كاس هذا كديري في كاس الماء وتحطيه ما تيخسرش. جاب لي جوج ورد لا دري لي شي معايا كنديرهم في هذا الكاس ديال الماء كنديرهم في كاس الماء ونحطهم هنا المهم البنات اجيو معايا باش نوريكم لا باليز بقاو معايا خصني ندور الكاميرا يا الخوت ويلي بلي بلي شوفوا في حته الورد ندور الكاميرا باش نوريكم البنات ها نتوما انتوما شوفوا انا داكشي ها بالنسبه لهذا هذا عطاته لي واحد البنت بالنسبه لهذا البنت هذا جبت هذا جبته لي واحد البنت هذا 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 ديال لوطو هذا اصلا مزيان حتى للمراه الحامله ها انت هما الحرام دايرين البيبي ودايرين هذا الصابون هذا باش نغسل كنتوضى من التحت هذا هذا البنات الصابون باش نتوضى درتو حتى هو في الباليزه باش نديه معايا ريتاش المهم انتم شوفوا درت جمعت كل شيء حطيت اللبسه ديال البيبي درتها هنايا درت اللبسه ديال البيبي هنايا درت حطيت ليه كوش درت ليه كوش
درت هذا ديالي، درت الصابون حطيته هنايا، لانجيت، هادشي كامل وجدته باش نديه معايا، هادشي كامل غنحتاجو في السبيطار، لانجيت، ليكوش ديالي أنا، هادي الرضاعة، القماط غنحتاجو في السبيطار حتى هو، شامبوان هذا من بعد فهمتي شامبوان من بعد نغسل ليه، المشطة نبغي ندير معاه سيلفي ونصور معاه وداكشي، وجدت المشطة. هادي بالنسبة هادي البيجامة ديالي الزرقاء، درت جوج بيجامات زرقين، درت هادي كانت عندي قديمة ودرت هادي اللي شريتها البنات. ولاي طاح لي قبل التليفون البنات، مي ماشي مشكل. ايوا صافي دابا غادي بلاتي ندور لكم الكاميرا. صافي البنات، هاد الشراء انا وجدته هنا، يعني هاد الباليزه كامله غنديها معايا، هاد الباليزه كلها غادي نديها معايا حيت غنحتاج هادشي كامل. ايوا صافي هاي الباليزه البنات اللي غنديها معايا صافي، و هادو غنديهم. المهم هاد الركاب نقدر نخليه في الدار ترجع ليه، هادي الماطلة باش نغطيه، فهمتهم، هادي غنديها وهذا غادي نخليه هنايا، غندي معايا ديك الباليزة وندي معايا هادي. ايوا كتشوفو لي فان ديالي، صافي انا جمعت معاكم كلشي، ايوا دابا غادي نبقاو معايا حتى نتغداو انا وولادي. ميني فلوك. ايوا ولدي جاب لي الورد، ايوا الفان ديالي عييت وحق الله. المهم صافي بقاو معانا. درتها في الشرجم، قالت لي ريتاج لا جيبها حدايا نشوف عندك قصادي ريتاج. شوفي فيهم، نوضي نجمع لك داك الشعر، نوضي وشوفي. نوضي نجمع لك الشعر. هاي البنات، هاي المرقة ديالنا كطيب، الدجاج بالزبيب، تبقوا معانا هانتوما. هو الزبيبة شتو، هاو الزبيبة البنات راه طاب، ولات الضبابة في الكاميرا، كاميرا الضبابات. المهم البنات، بغيت نوريكم ما هو، طيبتو، صافي غنحطو في طبسيل وغادي ناكلو. صفدت ولادي باش اختي ندير رينغ لايت هنايا، ندير رينغ لايت في التليفون. صافي قوم على احتياجي بلادي. هاي البنات، نحط شي شويه ديال الديسير، ايوا نحط الكيسان. ولادي مشاو يجيبوا موناضه، انا حطيت غير جوج كيسان حيت انا ما كنشربش الموناضه. اوكي بلاتي، ايوا البنات ها هو بلاتي، ريان. المهم بلات راه سخون، ها نتوما فيه فخيضات وفيه الزبيب. هذه هي المرقة ديالنا، درت غير البصلة والزبيب، كتجي بحال هكا، درت فيها الدجاج والزبيب، راكم شفتو البنات. مالكم شوفي اختي رايان كي جاب مناضة، جاب هادي، ماشي مشكل.
البنات الخبز ديال الصرع تنجيبو من عند واحد هذا صافي غادي نتغداو دابا سيت قصه نقصو ديك التلفازه راه مصوبه هذا غداء بسيط غداء بسيط هو ماما ستاني سيسي ولد زوين كتشوفوا هذا هو الغداء ديالي ها نتوما تيجي زوين كي جات رايان انا زوين ماما عرفتي شوقي قلبوله عرفتي قلبوله 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 اجي حدايا ديما كنلقى مشكل انا بغيت ما كليتهاش المهم البنات راه ما نقولش لكم كي جا راكم تعرفوا اذن لا تفتح نضعتي بنتي راه بزاف اصلا اجي تقصي حدايا نغدي شوفي كما كودي ها هانك حسيتها يلا زيدي كولي كما كتشوفوا انا الغدا وج حنا الا فطرنا تنتغداو ماشي مشكل في العشيه ندير لهم كوتي انت شفت هلا تنم امال في العشيه ندير لهم كوتي فطرنا طويله كولي كولي ايوا بنسى زوان هاد هاد الزبيب زوان مشي محل اخر غالي هذا كبير الزبيب كاين داك الصغير كاين الكبير انت جيب لهم كبير كولي شويه غنجمع لك داك الشعر كوستي معتمان وغير مهل كولي وفي هادو حطو كان هنا هاتش المهم البنات حنا دابا تنتغداو صافي غادي نجمعو الفيديو غادي نجمعو الفيديو
ما تنساوش ديروا لايك وابوني وبارطاج ولايك وبارطاج وابوني وابوني وقليبات وبارطاج معكم وبارطاج ابوني ابوني